ويا وردتي يا ندية روحي لخلي هدية. وين وردتي؟ هاك هاي وردتي. كنت الأشهر اليوم كله بالورد لو كلها صايرة سمعتي. إيه اكتشفت والله الورد فعلا ترى سحر. انتوا ما يعني ما ادري ليش الشباب انتوا حسبالكم هذا شيء وايد جيرلي. يعني انت مثلا كشاب اذا يالك بوكي ورد تستعسر؟ اي الحين اقول ليش الحين اقول ليش دقيق انا خوش سؤال خوش سؤال. امس امس تكلمنا عن دراسه روان يقال والعهده على منو؟ الراوي. على الراوي ان 80% من النساء يعشقون الورد وتغير نفسيتهم انا وعلى قولتهم ويفرحون. بس خاصيب الورد ابدا ما لا انا غيرت رايي امس الى 20% فقررت ان الورد فعلا غير نفسيه. ولكن شنو اكتشفنا؟ شنو اكتشفنا؟ ان احنا ما عندنا ذوق شباب ما نعرف حق الورد. لا مبلا حقين. اي انا ما ابي اظلم لان الحين وايد ساعدكم وجود وايد ابلكيشنز ملوت الورد. فدش وتطالع الورد اوريدي متنسق وجاهز كبوكيه. تبي صغير تبي كبير تبي معه شوكليت تبي معه هديه. فصار الموضوع اسهل مو مثل اول ما في يعني محل ورد الا اللي في الجمعيه. صحيح. اي فانت اجتهد عزيز الرجل ما يخالف جرب اول مره ثاني مره وبعدين طالع شوف ايش كثر فيه. أوكي. قدامك نمايه. هو وين الخوف؟ الخوف اختيار الورد لان احنا دائما نروح انا مش قمت اسولف روان احنا نشوف الافلام نقول له الاصفر ها لا كان زين الاصفر يمكن انا يبين ان انا يا حليلي الاحمر هو احنا صح. ما نروح الا على الجوري الاحمر افلام خلينا نقول الابيض واسود اللي يبين يا بوردة حمراء ورده حمراء صح والافلام افلام هوليوود افلام ابيض واسود شلون شفت الورده حمراء كان يقول ورده حمراء اه يقول هو اي اكيد اي رماديه اي صح رماديه بس يقول ورده حمراء صح والافلام هوليوود يحطون الورده بالنوت بوك كذي تمر سنين بين اخر صح. الحلقه واخر الفيلم ايوه عرفنا ان الورده الحمراء هي اقوى شيء ايه؟ طلع لا اذا جبنا ورده حمراء شنو ما فكرتوا ما عندكم ذوق ما ايه حتى فكرت رحت حق اسهل شيء زين ورده حمراء انزين حلو الكلام عبد المطلب ويوسف وحق كل من قاعد يسمع الحين خصوصا احنا بنخدمكم اكثر انتم الشباب اكثر منا احنا البنات الحين دشينا على يعني شهر نوفمبر وشهر الجو الحلو وحلو الواحد يهدي الثاني فعشان اسهل لكم العمليه بما انكم وايد تحاتون شلون تختارون نوع الورد وشنو الاحلى وشنو اللي لايق على هالجو انا اقول نعطي خباز خبزه وايد احسن صح. بس هالمره بدال الخبزه راح نعطي صاحب الورد الورد صاحب الورده ورده ورده بالضبط فنقول جود مورنينج حق مريم سالم مدربه تنسيق ورود صباح الخير صباح الورد شفتي شلون حتى ردها صباح الورد يعني كذي صح صح حياه وناسه مع الورود مريم وايد حلو الورد وايد غير النفسيه سبحان الله من بلشت مجال الورد نفسيتي حيل تغيرت صرت حيل ريلاكس احب الورد اكتشفتي يوم دخلتي جبتي لنا ورده صار فينا تغيرت نفسياتكم قلنا نصور صور لقطات حركات بالضبط زين مريم احنا اليوم عرفناك حق اللي قاعد يسمع واللي قاعد يشوف بالتلفزيون ان انت مدربه تنسيق ورد اي نعم مسمى جديد هذا شيء جديد موجود من زمان ده موجود من زمان بس أي. غالبا بالكويت تشوفينه نادرا يعني موجود خاصة حق يعني امرأة أو امرأة كويتية يعني ممكن تحصلين انه يكون العاملين معاها هم اللي يعطون دورات اكثر من زمان قبل فتره كورونا دشيت وايد مجالات دورات ورد بس غالبا يكون اللي يقدمون الدورات العاملين نفسهم يعني مو نفس يعني واحده كويتيه او شخص كويتي يعني حلو زين شلون عرفتي نفسك ان انت تحبين الورد اول كنت احب انسق حق اهلي كنت حيلة أحب أنسق حق أهلي كل الديزاينات حق المناسبات تكون أنا اللي أسويها حق أهلي بعد كورونا أو بعد كورونا أول ما فتحت شوية الدنيا قلت ليش ما أجرب صراحة في شخص ما قال لي ليش ما تفتحين بزنس أنت دام إن تحبين مجال الورد حلو قلت له لا شوي صعب يعني أنا أوكي عندي ذوق عندي ستايل بس إن أنا أنسق شوية كانت شوية صعبة بالنسبة لي والله ممكن هذه كانت خيرة بالنسبة لي وإن هالشخص أعطاني بوش إن أنا استمر إن أنا ليش لا خلنا أجرب حظي برافو والله فتحت حاولت أبحث وفتحت محل طبعا مساعدة أهلي ما قصروا معاي اليوم أشوف السبورت هم جايين هنا يصر وياك الله يحفظهم يا رب الله يسلمك يا رب منو اللي معنا بالاستديو بس عشان نعرف الوالده واختي يعني الله يحفظهم الله يسلمك نورتونا اليوم وجميل ان اليوم صدق نشوف هذا السبورت اي من الاهل بشكل مباشر هذا حتى يعطي الشخص الدافع انه يستمر خصوصا المجال النقيتي يعني مو المجال اللي متعارف عليه يمكن المجال يكون فيه تحدي في وايد صعوبات يمكن تواجهينها ما تدرين اذا المشروع اللي تسوينه راح ينجح ولا لا ولا هي مجرد هبه ف بعد ما بديتي
مريم، شنو شفتي الناس وردود افعالهم، وشنو عطوك من كومنتس لما بديتي؟ بالبدايه كان انا بالنسبه لي حسيت انه شيء صعب لانه شيء يعني غريب علي او جديد علي، بس بعدين شفت الناس قاعد يعجبها تصاميمي، قاعد يعجبها ستايلي، يعني شوي مختلف عن الموجود بالسوق. شوي شوي قلت هم يشجعوني ان انا استمر، الحمد لله، يعني كان شيء حلو بالنسبه لي، يعني تجربه حلوه. هو يعني انا وايد سعيد يا مريم ان اشوفك اليوم، انت بديتي الخطوه اللي كنتي تسوينها هوايه وقاعد تنتقل الى شيء ثاني. انزين، انا دائما اي انسان عنده موهبه يعني يا ابي اصير نفسه يا ابي هذا، انا عندي ذوق تمام. كل مره ربعي موافقين بذوقي. كل مره توك تقول ما تدري شنو الورد. فكرت الحين يعني شفت سالفه وناسه الحين مريم ذو واحد يبي يمدي ينسق هذا، في لها اساسيات معينه ولا هي مساله ذوق؟ يعني انا الحين قاعد اشوف انه انت تبارك الرحمن ركبتي الالوان. انا الحين مكانك يعني حطيت كله اخضر، عرفت؟ هذا اللي على اليمين راح تصير راح تصير باقه جرجير يمكن، مو ما فيها ورد. فهل هي لها اساسيات، لها امور معينه، ولا هي مساله ذوق والواحد يروح ينتقل بخياله؟ بالبدايه كنت اظن مثلك انه هو يمكن سالفه ذوق فقط، بس من دشيت بالعميق، لما دشيت بهالمجال قلت لا، هو مو بس سالفه ذوق. اوكي، الذوق يلعب دور، بس لازم الواحد يتعلم الاساسيات، لازم الواحد يتعلم شلون تداخل الالوان، واحد يتعلم شلون طريقه البوكي يكون، التنسيق نفسه، شلون اختار الفازه، شلون هل هو طويله قصيره، يعني في اشياء معينه لازم الواحد يتعلمها. بس يعني واضح ان انا لا، يعني بدايتي كانت ما شاء الله موفقه وايد. درب شفت صعب. ان الموضوع يحتاج وايد تدريب ويحتاج ان معرفه، يمكن حتى في الاشياء. احنا عاده انا بتكلم كوني انا بنيه احب الورد واحب ينهدالي ورد، ودائما احب دائما عقب ما يوصلني البوكيه احاول كثر ما اقدر اخليه يعيش، لانه يعني من شخص اكيد عزيز. صح. في ذكرى، في مناسبه جميله، فاسوي المستحيل يا مريم عشان يعيش يظل فتره طويله. اي شو اسوي، شنو ممكن انا اسوي؟ او نعطي اليوم تبس حق الناس ان اذا ياهم بوكيه ولا هم نسقوا بوكيه يطولون بعمر الورد. حلو. انا يموت من من يمكن من ثاني ساعه يمكن. انت يعني زرعتك اصلا صار عليها؟ لا الحين عايشه. لا قلت تعرف، بس صدق مريم عندي مشكله بالورد. يمكن امس قاعد اقول انا سبب يعني خلينا نقول رفضي للورد انه بسرعه يموت، يذيك خلقي، احس ان البوكيه متعوب علي، يوصل لي خلال يومين ثلاثه يا وردي من علمك يجرح يذبل، فش اسوي؟ يقدر يعيش هو الورد؟ طبعا انا دائما لما اقدم دوراتي دائما اقول لهم اول شيء الورد مثل الانسان، لا عمر معين، لا فتره محدده، طبعا هم لابد ان احنا نعتني فيه، مثل ما الانسان يحتاج عنايه واهتمام، نفس الشيء الورد يحتاج عنايه واهتمام. بس غالبا اذا كان يالكم مثل هالبوكيه بسفنج راح يكون شوي صعب ان احنا نعطي عمر اكثر. ما نسقيل هذا، ترى لعبتي اسقيل السفنج، هذا اكبر خطا. حلو. اكبر غلط ان احنا لا، واحط صبعي واذا حسيت اناشف شو اناشف يا يا غرقه. شنو هذا يا مخلصه للورود؟ كرم فيني بالماي مو طبيعي حق الورد. الورده غرقت. حلو. لا مريم ما يصير نحط على السفنج. اكبر غلط ان احنا نعبي السفنج مره ثانيه ماي، لانه هو السفنج يعتبر مثل يكون مثل شلون اقول لك، تراب صغار كذي. لا هو مثل جزيئات. أي. فاذا تعبت الماي غلط ان احنا نعبيها مره ثانيه. أوكي. فالسفنج تستعمله مره واحده فقط. زين شو اسوي، اشيل الورد واحطه بس بفازه فيها ماي؟ بعض الناس يشيلون الورد ويحطونه بفازه معينه على اساس انه يظل فتره اطول، لان السفنج خلاص راح تنشف من الماي. صح. الورد يحب يشرب ماي، كثر ما تعطيه الماي راح يظل معك اكثر. حلو. انزين، في ناس ياخذون الورد يحطونه شوي بالثلاجه يقولوا عشان يعني يحافظون عليه، وفي ناس يقول لك لا والله عادي خلي يم الدريشه، خلي حوش شويه شمس هواء. فانت شو تشوفين احسن، انه صح اللي ياخذونه يحطونه بالثلاجه شوي عشان يتم فريش، ولا حركه اللقطه اول دريشه؟ بالبيت انت بالبيت غالبا تحبين تشوفينه قبالك يعني. فتحبين تمتعين نظرك فيه. لا خليه شويه عشان بس اطول بالبيت. رواق، اتخيل انا زايركم بالبيت وانا يعني احس ان انا يعني انا
حسبة ولدكم يعني بالبيت نبطل ايه ثلاجة بيتكم أبي عصير ألاقي جورية قاعد أعطيه فترة سبا بس إنه أكيد ما راح أخلي مريم شوفي تخليني تشمت فيني أقصد بس فترة يعني كذي أخذنا بنص الساعة مثل صح هو في نقطة معينة إن غلط إن إحنا نحط الورد مع الأكل لأن الأكل يفرز غازات كل شيء غلط الغازات تعتبر سامة فيضر وايد أسوأ ورد مريم غسلت ايدها منه قالت لا تنسين وايد اعتذر على كل الورد حسبالي الورد دلوع قاعد يموت سبيل قاعد اشتغل شنو تبي اكثر من كذي بدي قلتي صبيتي وحطيتي بالثلاجه وانا ادري الموضوع شنتها يوسف شاركنا عشان بس ما احس انه بس هو اللي انا اول ما قلت قصين طماطه مريم يمكن عندي سؤال ثاني حكم ان انت اليوم قاعده تتعاملين مع الناس اللي تبي ترسل ورود لاي مناسبه كانت اي نعم هل عدد الورود له معنى او رساله على قيمه الشخص يعني اذا يالي بوكيه في بستان من الورود هل هذا معناته شيء وايد ولا احيانا حتى لو وردتين ثلاث يبين انه والله هالوردتين يسوى بساتين الارض كلها الله عليك يا ابو طلبه شنو هذا حسيت شعر قلت مو سؤال هو على حسب الصراحه الشخص المتلقي يعني غالبا احنا عندنا الحريم لا يحبون البوكيه الراهي الكبير عزيز الرجل عزيز الرجل اسمع عزيز الرجل ورده وردتين ثلاث داز أوركيد يعني بتعيش وياك انسى الموضوع لا دز بوكي حلو مريم زين فلازم نكون كذي مجموعة ثورة إيه مريم تكفين عطيهم تبس عشان يزيدون لأنهم حسبالهم هذا كافي عرفتي إيه كل شيء كافي مو تبين وردة أحس إن هذه إهانة تعطيني وردة واحدة أصلا إحنا قلنا يعني هي مشاعر تشاور لا مشاعر. شنو ترمز للوردة يعني مو المفروض مشاعري يعني. كثر مشاعرك زيد تشي طلب خلنا ساكتين وقاعد نسمع صح صح صح, 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 صح انا كنت بخش الورده هذه زين يعني كل يعني كم ورده لازم تكون ما في عدد معين بس غالبا يعني افضل ان يكون بوكيه راهي يعني زين هل اذا زاد عدد الورد عن مثلا الاوراق الخضر او زادت الاوراق الخضر عن عدد الورد هل إيه؟ هذا يرمز حق شيء معين لا هذا بس مجرد تصميم يعني مجرد تصميم ديزاين معين اوكي يعني غالبا الحين اتوقع الكويت قاعد يلجؤونها حق هالديزاين غالبا انا من دشيت هالمجال حبيت هالتصميم وحتى من خذت دورات من قبل لا افتح المحل نفس الشيء كنت اصمم هالتصميم والحمد لله يعني وايد زباين يحبون ما شاء الله والله يعني لحد الحين مريم يعني واللي قاعد يشوفنا تبارك الرحمن هي بدت من الصفر صح جابت الفازة وحطت الاسفنجة وبدت تنسق وهي قاعد تسولف معنا تبارك الرحمن قاعد اشوف بوكي جدا جميل مريم احنا قبل شوي قاعد نسولف نروح على الورد الاحمر نعم. ما نعرف غيره مع انه هو محل ورود في كل الالوان صح. احنا نروح للاحمر اليوم شنو الوردة اللي اقدر اكشخ فيها يعني اذا دزيت البوكي يبين انه يعني لا شنو هذا ان انت فاهم هذا يوايه على قولتهم توليب هذا سمعت توليب زي توليب اي معروف التوليب وايد حلو بس وايد حساس يعني انا احاول ابتعد عنه لان احنا جونا وايد حار فوايد حساس وبسرعه يذبل معك فممكن ما راح يوصل يعني بصوره صحيحه وحلوه حلو الا لما تكون انت مهتم فيه اكثر وهذا انسي الموضوع يعني هذا السؤال انا مو مهتم فيه اساسا حلو فالحين غير التوليب شنو ممكن الورود اللي تنصحين فيها حق الناس اللي لو تبي تقرر أن تسوي كاستمايز يعني إيه؟ اليوم أنا أدري في شغلات تكون جاهزة صحيح. والعين هي اللي تشوف بس اليوم لو أنا أبي أبين أحط خلينا نقول لمستي أن أبي هالنوعية من الورود تروح لأن هي الأفضل والأحلى والأجمل ما في نوع معين أنا بالنسبة لي بشوف ما في نوع معين من وجهة نظري كل الأنواع حلوة أهم شيء يكون التنسيق حلو البوكي حلو المتلقي يستاهل طبعا كل ما كبرت يستاهل اي انا كنتي قولي بعد كل ما زادت عرفتي القطه كل ما زاد سعر البوكيه احسن حلو احنا قاعد نحاول نساعدهم انت مو قاعد تحاولين تساعدينا مريم على ما انت تكملين وتحطين لمساتك على البوكيه هذا الجميل اللي احنا فيه ونريح شويه بعد احنا ونشم الورود الجميله ناخذ لنا شهيق وزفير بالورد اهديك ورده يا روان صح الحين قالت لك شيء بس يلا حق لي قاعد تابعنا بالتلفزيون مريم السالم مدربة تنسيق الورود فتابعونا على التلفزيون حلوين طلع احنا لا نعرف لا بالتنسيق ولا شيء ولا اختيار الورد طبعا. ولا لون الورد ابدا ليش مريم اليوم موجوده عشان تعلمكم فاتمنى تطلعون من اللقاء في معلومه واشوف اليوم محلات الورد زحمه طوابير الناس كلها شيء بهالبوكيهات والورد قاعده تهديه حق الناس انا بقول رساله حق خالتي هي اذا قاعده تسمعنا خالتي هي بطل الثلاجه شوفي روان ايش حاطه بالثلاجه كم بازه في البيت يمه كم بازه امانه
والله عندنا شيء ثاني والله المستعسرة لازم يلج بوكي ورد المفروض اي والله اللي يصيد البنت من المستعسرة يدزوا لها الحين بوكي ورد والله يعافي كل هالابليكيشنز اللي موجودين واذا صار عندكم خلينا نقول فضول اكثر ان انت تنسق الورد وقاعد نشوف اسم اللي عليهم البنات صاروا يحبون هم يعتمدون على نفسهم يعني يدشون دورات طبخ تبي تتعلم شلون تطبخ حياكة كروشيه مثلا لطالع من النظرة لحد الحين ما سويت ولا شيء تعلمته والحين انا الحين طموحي اتعلم اللي مريم قاعد تسوي شيء طبيعي تشوف الكلاس الجاي ويني مريم انا لقطة مريم اللطيفة المجرن سليمان الطيب شي حاطه وردة انا اعلمكم اذا ما شفتوني عند مريم بس حبيت اقول لك مريم ان روان شاركت بكل دورات الوركشوب بالكرة الارضية وما فاد وياها ولا شيء واذا دشت دورتك انت مات الورد اذا علمتي شلون تحط الاسفنجه بتحط راح تحط الاسفنجه وتحط بس جرجيره واحده هذه الخضراء ورده واحده اللي قاعد تسوينه انا لو خطوه خطوه وياها ما راح يصير اوكي ما دشت عليكم بوكي صح مريم الحين اللي قاعد يسمع وصج الجو قاعد يتعدل وهذا موسم الورد واللي قاعد يزرع طبعا بحديقته ورد واللي يبي يزيد البوكيهات الورد في بيته شلون انا ممكن اليوم اتعلم وبدون لا اتحبط مثل اللي على يساري قاعد يحبطني هل ممكن انا زيرو نوليدج ما اعرف ولا شيء بالورد اني انا ادخل ووركشوب وممكن اتعلم اني اسوي بوكي كامل ولا احتاج اكثر من كلاس غالبا على حسب انت يعني انت حسب يعني شيء يرجع لك تحس ان انت تحتاجين اكثر ممكن تدشين دورات ثانيه يعني فرضا انا حاولت ادش اكثر من دوره اكثر من دولة لأن كل واحد يختلف تنسيق ماله فقلت أحب أن ألم أخذ خبرات من جميع الأنحاء فعلى شيء يرجع لك في بعض الأحيان يحسون لأ أنا والله بس داشة دورة يعني غالب اللي يقدم لهم دورات يقول أنا داشة دورة أبي أتعلم أزين حق بيتي بس مثل ما حضرتش قلتي فتكفيهم دورة واحدة هذه ما تكفي شنتي روان أنا بس قاعد أساعدك إذا قاعد تكلمين ضميرك وبنات أفكارك فأقول لحق كل بنات أفكارك إنه مستحيل أنت دورة واحدة إيه ما يخالف أتعلم أكثر من بوكي أسوي بوكي صغير مثلا حق بيرث داي مثلا بهدي رفيجتي بحطه بنص الصالة أتعلم أكثر من بوكي شنو لا فخور فيك صح أنا متوقع يعني قبل شوي بوكي عيد ميلادك الشهر الجاي من كلاس مريم صارت مريم وصلت لي أسئلة صراحة وأنا قلبي مع الشباب ربعي الله يحفظهم الظاهر كل واحد عنده سؤال يقولون هل ألوان الورود لها علاقة بالمناسبة يعني ظاهر إنه شيء مهم هذا يعانون يعني مثلا مناسبة حلوة وجميلة فيها فرح وسرور هل لازم لون معين أما في مناسبة قد يكون ما وراها فرح وسرور فيها اعتذار هل لازم لون ثاني ولا ما له علاقة هو غالبا الشباب اللي ياخذون ورد ما ياخذون لون محدد بس اكثر شيء ياخذون الاحمر يعني انا لهذا اشوفه الاحمر اول واحد يخلص اسهل اضمن غالبا ياخذون الاحمر وثاني شيء ياخذون الوردي حلو الدرجه الثانيه ياخذون الوردي حق مناسبات معينه مثل ما انتم عارفين الفالنتاين قرب عيد الام عيد الام معروف الوردي ديره تقلب كلها وردي اي والله صح وبالفالنتاين ديره كلها تقلب احمر فغالبا يكون بمناسبات معينه في الوان معينه يعني تنوخذ ترقيه شو ندز له عادي ما عادي اي شيء على حسب اذا انا بقدم حق رجل او امراه رجل او امراه زين في الوان نحس انها ساعات مو طبيعيه على الورده فشلون نعرف اذا كانت هذه الورده لونها الطبيعي كذي او انها ملونه باي شكل من الاشكال يبين اذا مصبوغه او لا اي اذا ممكن بالنسبه لك اي فشنو النصايح اذا مصبوغه راح تشوف انه خاصه من اطراف الورده راح تشوف لونها الاصلي لونها الاصلي الاطراف بالضبط فاخر شيء يتم الاطراف راح يتم الاطراف بالورده نفسها اوكي زين الحين ما شاء الله تطور هذا البزنس وصار بزنس حقيقي وصار في الفناتك وعشان يتميز كل مشروع عن الثاني او كل صاحبه ذوق في الورد تلقين بين اللي ينسق لك بوكي الورد ويحط لك مثل الحين الفازه اللي قدامنا مريم بعض ما تحطون سمك داخل بعض المرات يقول لك مثلا الفلاور وانا شفتها بوكي ورد ويقول لك بعد معاه ممكن قفص صغير في عصافير الكناري الاثنين صح. وفي طبعا التقليدي الورد مع الشوكليت طبعا هم مصدومين طلب يوسف على اللي قاعد اقوله بس اذا ما وصلكم بوكي في سمكه ما وصلكم شيء ما ادري يعني بوكي في سمكه اي داخل شفت الماي صح
يصير في سمكه. سويتها مره صح، في ناس يحبون الافكار الغريبه هذه، غالبا الناس يلجؤون حق الافكار الغريبه هذه، او انه اذا كان البوكيه معاه شيء معين، هديه معينه، سمك، عصافير، كاكاو، بخور، عطور. شو انا افهم، ادري ان السمك زين حق الزرع وايد، فاذا كان عندك زرعه وحاطها بالماي، اذا كان الماي هذا فيه سمكه فهو راح يفيد الزرعه وايد. اذا كان قاعد تاخذ الماي دايركتلي من من البول اللي فيه السمكه. كان قلت لي من زمان كان حطيت سمك عيب بدل احطه بالثلاجه وقاعد اسوي شيء. ما اتوقع يعني حط سمك يعني الحين هالوضع ما ادري انا سمك. حبيت الفكره صح. انا قاعد افكر اذا انا بنافس مريم الحين حاليا، فقاعد افكر احط سلحفات صغيره. لا كذي سلاحف ما نبي السلحفات تنهار. مريم لو سمحتي فكرتي، هلا سمحتي بوكيه سلحفات راح يكون ان شاء الله. لا ما راح صدقني كلش. لا مسكينه السلحفات. يفرق تنسيق الورد بين فصل الصيف وبين الحين فصل الخريف، والحين بعدين بدش على الشتاء، تفرق الوان الورد حتى المواسم. ندري ان في ورد مثلا بفصول معينه ما يكون متوفر. اي صح. فشنو اسهل نوع ممكن تتعاملين معه وتحبينه ودائما يكون متوفر بالنسبه لك فما يوهقك؟ غالبا الجوري هو اكثر نوع من الورد تحصلينه اي وقت باي موسم. والهايدرنجا بعد تحصلينها موجوده، بس الهايدرنجا شوي صعب باجواءنا لانها وايد حساسه، وايد حاره، هي تكون حجمها شوي راهي، فتكون هي وايد حساسه وتحتاج ماي كميه كبيره. فغالبا الناس يجون حق الروزز الجوري. تمام أنا والله جدا أكثر. جدا نحتاج كذي تصوير حق الفازة من فوق لين تحت. بشكل كامل على ما شاء الله بلشنا بمكان وانتهينا بمكان جدا غير ووايد حلو. تي في على ما تاخذون كلوز اب على فازة مريم. مريم احنا اليوم لان سؤالنا ثلاث وردات تهديها حق منو؟ انت تهدين ثلاث وردات حق منو يا مريم؟ حق اهلي، اهدي ورده، واهدي استاذ عبد العزيز هو اللي ساعدني ان اخطي خطوه التدريب. جميل. بقيت عندك ورده، تخيل بقيت عندك ورده، هذا اصعب سؤال الحين. شلون يوهق سؤال ثلاث ورده؟ اهلي بعد، اهلي فوق كل شيء. اكيد الله يحفظهم يا رب ان شاء الله. يعني فعلا الواحد اذا يشوف طاقات شبابيه كويتيه قاعد تنجز الواحد يفتخر ويستانس ويفرح. اليوم مثل ما قال يوسف، يعني انا ادري ان العمليه وايد صعبه، بس اليوم مريم حسستنا البوكيه هذا لوحه فنيه ما شاء الله تبارك الرحمن. اذا قاعد تشوفون فهو صار من الصفر، تخيل عندنا بالاستديو هالبوكيه الجميل هذا. اقدر اضمن ان انا وضعي راح ابهركم. أيوة. تدريج الالوان لعبتي. لا خليك على البادل. صح انا قلت شي بعد، خلني انا مع الورد احسه يلوق علي اكثر. وانا من يوم رايح بجيب لكم بس ورد. اوكي لا 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 اي بس ورد. شنو هذا؟ اي بعد اكثر من كذي شنو هذا يا روان؟ يا سلام. يلا حنقول قفال. والله قفال. انا هالورده ودي شي، عرفتي هذا اللي يا ورده تحبني ما تحبني اقطع ورده يا وردي من... لا مو ورده صدق والله. يا ورده لو يحبني لو حلو حلو ورده ورده. العموم لكن هالغنيه غير، ونخلي موضوع الورد كله عند منو؟ عند اكيد عبد المجيد. لكن احنا نقول حق مريم سالم مدربه تنسيق ورود، ثانك يو سو ماتش ان انت موجوده معنا في الغم صباح وباستديو مارينا اف ام، استمتعنا وياك. واكيد موجوده هي حق الوالده وحق اختك اللي هم نورونا داخل الاستديو. والله يبارك لكم بهالبنيه الجميله اللي اليوم زينت لنا الاستديو كله بروايح حلوه والوان جميله. واحنا كذي نقول مع السلامه. اي والله ترست اليوم حسيت استديو نغم الصباح صدق نغم الصباح، عرفتي ورد وشمس وعبد الله. فوصلنا للقفليتو، كنت انا معاكم عبد المطلب نذر، وانا روان المرزوق، معاكم يوسف خاجه، ومعاكم هزار من الاعداد، واسراء بعد اليوم موجوده معنا ما تقدر تتخلى عن نغم الصباح. ونقول نشوفكم كذي باكر، انجوي، وما يمنع تمرون وتشتروا لكم ورد وتهدونه حق اغلى ناسكم. وبكذي احنا نقول نشوفكم مع باكر، مع السلامه.